إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا بذلك في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة الأحباب، عندما بدأت أحضر لهذه الخطبة فكرت فيما ما هو الموضوع الذي نحتاج إليه، أو ما هو الموضوع الذي يحتاج مجتمعنا أن نتحدث فيه، فوجدت أن هناك بعض الأشياء وبعض الآفات وبعض المشاكل التي لو استطعنا أن نتخلص منها ونتجرد منها لأصبحنا فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى: إخوانا متحابين، أو على سرر متقابلين إن شاء الله يوم القيامة. طيب، ما هذه الأشياء التي يمكن أن تفكك الروابط التي تربط الأخوة، التي تربط المجتمع، التي تربط الأسرة، التي تربط العائلة، التي تربط الأقارب، التي تربط أي أحد بأي أحد؟ تعالوا بنا نستمع إلى هذه القصة. كان رجلان يسيران مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهما وهما يمشيان إذا بجيفة حمار ميت، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من هذه الجيفة. فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أهذا يؤكل يا رسول الله؟ أهذا يؤكل يا رسول الله؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد نلتما من أخيكما بما هو أشد من أن تأكل من هذه الجيفة. ماذا قال؟ ما هو الجرم الكبير الذي قام به هذان الصحابيان حتى يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من جيفة حمار ميت؟ تعلمون جميعا قصة ماعز الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بذنبه أنه ارتكب الفاحشة، فأرجعه النبي فاعترف بذنبه، حتى أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد اعترافه المتكرر أن يرجمه. فأتى موعد الرجم ووضع ماعز ورجم. ماذا قال الصحابيان؟ كلمة بسيطة أعتقد أنه قد يكون كثير يقولونها بمنتهى البساطة والبراءة: لو سطر على نفسه لما رجم رجم الكلاب. بس هذه هي العبارة التي قيلت: لو سطر على نفسه ما رجم رجم الكلاب. يعني كان عم يسطر على نفسه ويقعد في بيته بلاش، يعني ربنا بيغفر الذنوب، لولا أنه فضح نفسه لما كان بهذا الشكل وأصبح الآن أمام الناس كلها أنه فعل الفاحشة. فانظروا أيها الإخوة الأحباب ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين. قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل من هذه الجيفة والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. مع عظم الفاحشة التي فعلها إلا أنه تاب توبة نصوحة
صادقة، فاعترف وأقر له النبي وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينغمس في أنهار الجنة. وهذان الصحابيان اللذان كانا يشفقان على من مات ارتكبوا جرما عظيما يعني يحتاج إلى توبة نصوح حتى يغفرها الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأحباب، يقول الحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى: ذكر الغير ثلاثة، ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك. الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. أي كلمة تقولها على أخيك، على ابن عمك، على زوجتك، على ابنك، على صديقك في العمل، على أي أحد، وهذا الشخص لا يحب هذه الكلمة فقد اغتبت. كلام قاطع وكلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا علم أحد أن فلانا يكره شيئا وذكره به فقد اغتاب. لقد كنت عند صديقي بالأمس وصنع لي طعاما، يعني الحمد لله، هذه الحركة غيبة. لقد قابلت شخصا بالأمس، ذلك الشخص ويقصد أنه الشخص القصير، هذه غيبة وفيها حديث سأذكره بعد قليل. فلان يعني رأيته يشرب السجائر، أعاذنا الله منه أو عافانا الله من ما فعل، هذه غيبة. بل ويقول أهل العلم أن هذه من أشد أنواع الغيب. لماذا؟ لأنك اغتبت الشخص وزكيت نفسك. أنت اغتبت الشخص فعايرته بذنبه وقلت عافانا الله، وكأنك تتعالى على ما فعل فكأنك زكيت نفسك. فمن أقبح أنواع الغيبة. فذكر الغير ثلاثة أيها الإخوة الأحباب، الموضوع خطير سنذكر فيه أحاديث مرعبة. لماذا الأحاديث مرعبة ولماذا نتكلم في هذا الأمر؟ لأنه لو استطعنا أن نضبط أنفسنا لأصبح الناس متحابين. ما الذي يجعلني أكره فلانا؟ أن فلانا تحدث عليه بشيء يسوءني فيه، صح؟ ما الذي يجعلني أهجر أخي؟ أن أخي الآخر ذكر لي موقفا سيئا عنه، صح؟ فالغيبة أساس التفكك المجتمعي التي قبحها الله سبحانه وتعالى، وسنذكر الآن كيف قبحها الله سبحانه وتعالى. فالغيبة هو أن تذكر أخاك أو أن تذكر المسلم بما يكره. أما البهتان، الغيبة أن تذكره بما يكره بما هو فيه، أن تذكره بما يكره بما هو، فإن كان فيه ما يقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يقول ما تقول فقد بهت. البهتان هو أن تدعي على شخص ما ليس فيه، البهتان هو أن تدعي على شخص ما ليس فيه. ومشكلة البهتان وخطورتها بالذات في هذه الأيام مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني والإعلام والميديا وكل الناس تتحدث، أن الناس أصبحت تحاسب بعضها على بعض بالظن. أنا فهمت من كلامك أنك تقصد كذا فحكمت عليك حكم، وذهبت إلى السوشيال ميديا وقلت للناس فلان كذا فقط لأني ظننت، في حين أني لو استوثقت لكان الموضوع أمراً آخر. والمشكلة الخطيرة أيها الإخوة الأحباب عندما يغتاب الشخص أو يبهت الشخص شخصاً آخر مع شخص آخر، إذا كنا اثنين أو ثلاثة فالأمر بسيط، نحن ثلاثة أطراف. أما خطورة السوشيال ميديا والإعلام أنك تخاطب الآلاف، فمن أين ستذهب إلى هؤلاء الآلاف حتى تعلمهم بالحقيقة حتى يغفر الله لك ويتوب عليك؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه معاذ وقال له يا رسول الله أو محاسبون على ما نقول؟
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصاد لسانك، اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تدخل الإسلام، صح؟ وبكلمة واحدة تسب فيها الدين مثلا أعاذنا الله وإياكم، أو تقول فيها كما هو أيضا منتشر تقولها عافانا الله، قد يخرجك الله سبحانه وتعالى من الإسلام وتحتاج إلى توبة ودخول مرة أخرى فيه، صح؟ فهل يكب الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكب الناس على وجوههم وقيل على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصاد ألسنتهم؟ هو اللسان. أما الإفك وهو من الثلاثة التي يتحدث بها المرء عن الغير، وهو أن تقول ما بلغك عنه: أنا بلغني أن فلانا فعل كذا، فأذهب إلى طرف آخر: يا فلان على فكرة فلان فعل كذا. هذا هو الإفك، كما حدث مع السيدة عائشة في حادثة الإفك الشهيرة. الصحابة تكلموا بما حدث، بلغهم أمر معين فتكلموا بما حدث. وهنا معلومة خطيرة جدا أيها الناس أو أيها الأحباب، خطيرة: إذا كنا في مجلس فلا يحتاج أحدنا أن يقول للآخر أن هذا المجلس أمانة لا يجب أن يخرج ما فيه، هذا ليس ضروريا أن يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المجالس بأماناتها تلقائيا. إذا جلست وتحدثت معك حديثا بدون أن أؤكد عليك أن هذا الحديث حديث سري أو حديث خاص، تلقائيا هو حديث سري بيني وبينك، فإذا خرج من بيننا فقد فتشت الأمانة، فقد خنت الأمانة حتى وإن لم يبلغك. لأنه يحدث كثير الآن، يأتي إليك شخص ويقول: على فكرة فلان قال لي 1، 2، 3. طب لماذا تقول لي؟ هو على فكرة لم يؤكد علي أنها أمانة. لا، النبي أكد أنها بشكل تلقائي هي أمانة. أيها الإخوة الأحباب، ماذا تعلمون عن الربا؟ هو أن تقترض مبلغا أو مالا ثم ترجعه بقيمة أكبر منه، صحيح؟ لا، هناك ربا أعلى من هذا الربا. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 شعبة، أدناها أقل أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني كأن الواحد تزوج أمه أعاذنا الله وإياكم، ده أقل أنواع الربا. طيب ما هو أعلى أنواع الربا؟ أكيد هنقول إنك تروح تاخد المبلغ وترد، لا، أعلى أنواع الربا اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض الرجل المسلم. أربى الربا، أشد أنواع الربا، أن تتحدث في عرض أخيك المسلم. هذا فقط؟ لا، أكل لحم الميت أهون عند الله من أن تخوض في عرض المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات في الآية رقم 12: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. خلي بالكم، السبب الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تحبون هذا؟ لا والله يا رب لا نحب هذا، ونسألك أن تغفر لنا ما قد مضى. ماذا سيلاقي يوم القيامة الذي يتحدث في أعراض الناس ويغتابهم ويمزح عليهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم: مر بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفارهم نحاس، يا
يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الإمام أحمد وهو في صحيح الإسناد. لو أرادت دولة أن تذهب إلى أي محيط من المحيطات أو البحر المتوسط، بحر أصغر شوية، وتحول لون هذا البحر من اللون الطبيعي الذي نعرفه عن البحر إلى اللون الأسود، لابد أن تكب فيه مادة لونها سوداء تمزجه بها حتى يتحول لونه إلى أسود، صحيح؟ طيب، اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة واحدة تغتاب فيها مسلماً وتذكر فيها عرضه بشيء يكرهه يمزج هذا البحر غيبة وسيئات تحملها على أكتافك. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. صفية أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، وهي تعني أنها قصيرة، هذا ما ذكرته في بداية الخطبة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. طب نحن أيها الإخوة الأحباب، والله أنا أذكر نفسي قبل أن أذكركم، والله هذا الحديث موجه لي أنا قبل أن يكون موجه لأي أحد. في يومنا الواحد كم نقول من هذه المقولات البسيطة الصغيرة السهلة التي نعتبرها لا شيء، ونتفاجأ بأن عقابها مفزع، فعلا عقابها مفزع. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني فلان القصير، فلان يقول لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. من ثقلها وعظمها وكبر حجمها. أيها الإخوة الأحباب، إذا أراد مجتمعنا أن ينهض فلا بد أن يكون متحابا، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإذا أراد المسلم أن يحب أخيه المسلم حتى نشكل هذا المجتمع المسلم الناضج، فلا بد أن يتكلموا عن بعضهم البعض بشكل جميل، وأن يروا أجمل ما فيهم لا أسوأ ما فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا برحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحمد ربي حمد الشاكرين وأبتهل إليه ابتهال الخائفين ابتهال من كثر ذنوبه وقلت حسناته، أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. رجل أراد أن يطلق زوجته فقيل له: ما يسوءك منها؟ فقال: العاقل لا يحتك ستر زوجته، هو يكرهها. فسأله الناس: لماذا تريد أن تطلقها؟ طيب يعني أنت زعلان منها، لماذا ستطلقها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها قيل: لما طلقتها؟ قال: مالي وللكلام على امرأة أجنبية. بمنتهى البساطة، ليش طلقت زوجتك؟ أنا لماذا أتحدث عن امرأة أجنبية؟ ذهبت لحالها، أصلح الله حالها. أيها الإخوة الأحباب، سريعا، كيف نتخلص إن كانت لدينا هذه العادة السيئة؟ كيف نتخلص منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أي ما فرجه ولسانه، أضمن له الجنة. امسك لسانك حتى تنجو من هذه المهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مشكلة مجالسنا أغلبها أنه كثيرا لا تكون هناك مواضيع نتكلم فيها، فما هي المائدة الجاهزة التي يمكن أن نتكلم فيها ونفتحها ونتحدث فيها بأريحية؟ هي لحوم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تكون في مجلس ولا تجدون ما تتحدثون فيه فلتقل خيرا أو لتصمت.
ولتعلم جيدا وتذكر نفسك دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل المسلم على المسلم حرام. يقول النبي كل المسلم، لم يقل المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ابتعد عن صحبة السوء. من أخطر الأمور التي توقع الناس في الغيبة والنميمة وكل المصائب صحبة السوء. هذه خطوة مهمة حتى تبتعد عن مثل هذه الذنوب ومثل هذه الآفات. من الأمور المهمة جدا أن تعاقب نفسك إذا أخطأت. إذا أخطأت واغتبت فلانا، ضع لنفسك عقابا ونفذ حتى تستطيع، وليكن هذا العقاب أنك ستصوم يوما، أنك ستتصدق صدقة كبيرة، أنك ستفعل شيئا، حتى تعاقب نفسك فتقلل فرصة واحتمالية أن تكررها مرة أخرى. وآخرا وليس أخيرا، لا بد أن تطلب العفو ممن ذكرته بسوء، وهذا الأمر سيجعلك تقف عند نفسك وقفة شديدة إذا هممت بذكر شخص ما، لأنك تعلم أنك مجبر أن تذهب إليه وأن تستسمحه وأن تطلب العفو منه، لأنه إذا لم يعفو عنك فسيأخذ أفضل حسناتك يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحسنون القول. وقولوا للناس حسنا، اللهم اجعلنا ممن يحسنون القول، اللهم اجعلنا ممن يحسنون القول، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.